عندك؟ الدور اللي كانوا حدايا كلهم استاذ مشاو، كلهم هبطوا الارض. كاينين الناس تعرفيهم توفوا تما؟ اي توفت لي عمتي، وتوفاني واحد دري ولد عائلتنا والجيراننا، وتوفت واحد المراه جارتنا. الله يصبرك الله يصبرك الله يرحمهم. وتوفاو شي ناس حدانا هنايا جيراننا اخرين شلوح. الله يصبرك الله يصبرك على الله. امين استاذ. عمتي مسكينه شحال وهي مرده وما تحت التراب، حتى مسكينه كلها هي تطلب جط. مسكينه كانت بوحدها، كانت بوحدها يا منى. غنات نويت مع الدراري ولكن خرجوا هي حطوا داخل في واحد البيت ديال التراب. مسكينه مسكينه الله يرحمها. حطت لي بوحدها، واليوم ضليت انا نجري واخا عندي غير واحد الليل، ما لقينا اللي يغسلها، ما لقيت اللي يوقف معاها، ما والو. بالسيف ولا تعاوننا حتى وصلناها انا وواحد، انا وبنتها وواحد السيده، وبعدها دفناها. الله يصبركم الله يصبركم. امين سيدي امين. وفين كاينين دابا يا منى؟ اش كليتو؟ وفين جالسين؟ شنو؟ والله سيدي اش بغيت نقول لك، دابا جا عندنا واحد السيد قبيله بطوموبيل تعطانا الماء. اها. وصافي عطانا قريعه نتاع الماء، ودابا ما كنا ما والو، رانا قاعدين دايرين حصيره اللي دايرين في الارض ومكسرين منا النجوم. كاين معاك الناس اخرين؟ دابا انا ناعسه، انا امي وناعسه، مرت ولدي وبنيتها، وناعسه معايا بنتي وبنتها، وناعسه معايا واحد عمتي هي وبنتها، وراجل بنتها ما كيشوف بصير. مسكين. وصلكم شي مساعدة ديال الأطباء ولا شي مستشفى؟ لا سيدي مازال ما وصلنا والو، قلت لك عمتي بالسيف ولا لا فكيناها غير دفناها لا تخنزلينا، ما كاين حتى شي حاجة سيدي، مازال ما كاين حد. ما كاين شي منطقة تما فين تغطاو؟ ما كاين حتى اللي يمد لكم شي حاجة الخبز ولا شي حاجة ما تاكلوا والو؟ لا لا والو سيدي، الحد الآن باقي ما كاين والو. مشينا قبيل، انا مشيت للسوق مع عندي هذاك الدري كيدير الدياليز وكنعطيه الدواء كيجيه الجوع، مشيت للسوق كنقلب ما لقيت والو، جبت له جبت له بيمو اللي جبت له ذاك بيمو وات اللي جبت له. لا اله الا الله. انتوما فاسني يا منى؟ فاسني ولا فاسني؟ لا سيدي فاسني، طلب فاسني في السانتر، وعندنا دابا سميتو حنا قاعدين في واحد البوره فاش قاعدين. ايوا واش خرج عندكم تما شي رجل ديال السلطه، شي مقدم، شي قايد، شي واسيدي؟ جا عندنا واحد الوافد قبيل طوموبيلات شادين ما عرفت شحال من كيلومتر. ايوا في السيد الوالي، في العامل، في مسؤولين كاع، في القايد، في مدير الديوان، في شحال من واحد سيدي جاو زارونا قبيله. ايوا قالوا لنا راه غادي نجيبوا لكم الخيام، وراه غادي نعطوكم تعودوا تاكلوا، وغادي نشوفوا اش نديروا لكم. ايوا ان شاء الله ان شاء الله يوصلكم، توصلكم ان شاء الله، غادي توصلكم اليد العون ان شاء الله، غادي توصلكم. بما ان كنطلبوا من جلالات الملك الله ينصروا والله يحفظوا لينا والله يعلي درجته والله يوقف على عموه يضرب ظلامه، ومن السلطه المحليه ومن الوجهه نتاعتكم اسيدي، راه شوفوا بحالنا، راه كل شيء الدوار ديالنا راه لا حول ولا قوة الا بالله. كل شيء سيدي اللي عنده شي دويره راه رابط عليه، لا موينات لا فراس لا حتى شي حاجه، هنا قاعدين تحت سقف الله سبحانه الا هو. لا اله الا الله، لا اله الا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله توصلكم المساعده، قلوبنا معك. لا يا منى. نعم سيدي. كندعاو معك والصوت ديالك ان شاء الله يوصل، واسنين ان شاء الله غيوصلها المساعده ويغيتوكم وتاكلوا شويه. سيدي انا بعدا كنراه كنطلبكم ها العرض ديال سيدي ربي تعاونوا معايا، راه محالي ما عندي فين ندخل، انا وعندي معاق وانا معاق. ما حالك؟ ما بقى فيه والو؟ ما بقى فيه والو، كله هو سيدي، ما كاين دابا شي بلاصه اللي بقات فيه صحيحه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هبط من الفوق لتحت وكلهم الحيوط مقشرين والمواعن ملبجين، وكل حتى شي حاجه ما بقات فيه صالحه، وكل شيء طاح. دوك الناس اللي حداك تما كلاو شي حاجه؟ الناس عتقوا شي حاجه الروح ديالهم اللي خارجين؟ ما نكذب عليك اسيدي، كل واحد راه كيجري على راسه، كل واحد مسكين كيطلب باش يعتق، وراه الناس عايشه. ان شاء الله توصلكم المساعده وتوصلكم الدعم ان شاء الله يوصلكم. اه الناس اللي عند الله لا تتخلوا علينا، رانا ما عندنا غير الله وانتوما. ان شاء الله ان شاء الله. حنا الناس اللي مقطوعين من الشجره، ما عندنا لا بلاد، ما عندنا شي حاجه، ما عندنا غير الله سبحانه الا هو، واللي طلبناها في الصباح ناكلوها في العشيه. قلوبنا معاك الا يا منى، وراه الصوت ديالك وصل، وتندعوا معاك، والصبر الله يعطيك القوه، والله يعظم الله اجرك في دوك الناس كاملين اللي ماتوا لك من العائله. لاله
سيدي انا قعدت غير في الارض وعندي هذاك الدري مريض دابا كي شدات تقوليش كيتراعد والله هو معاق وكيدير دياليز من 2010. نعم الله يشافيه الله يشافيه. امين سيدي امين. وقعدنا غير بواحد ليد الله يشافيه الله يشافيه. باه تا هو مريض عنده مرض السول عنده الحساسيه راه مريض كاع ما عرفتو فين مشى توضى. ما لقيتيش ما كانش حداك تما؟ لا سيدي ما كاع ما كاين ما عارفين فين توضى. لا حول ولا قوه الا بالله. واخا دوزي لي السي عبد الكريم يا يمنى. ها هو السي عبد الكريم سيدي الله يحفظك راه عن ربي وعاك. لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله. السلام عليكم استاذ اسماعيل. السي عبد الكريم قطعت لي قلبي مع هذا السيد. لا اله الا الله محمد رسول الله. قطعت شي في القلب. لا اله الا الله. انا ما في جهدنا خويا راه حنا نتمنى هذا الشيء يوصل. نتمنى ان شاء الله توصل. غير صبر الناس ان شاء الله توصل. الا كان جا الوفد تما الاسني وهذا راه ان شاء الله تقاد الامور كل شيء غادي توصل بالمساعده كل شيء غادي تسد ذاك الشيء ويتقاد. لا حول ولا قوة الا بالله ان شاء الله يكون خير. كاين شي حد اخر السي عبد الكريم؟ كاين شي حد اخر؟ ان شاء الله داكشي اللي كنتمناو استاذ داكشي اللي كنتمناو ان شاء الله راه يكون الخير ان شاء الله. ان شاء الله. واش كاين شي حد اخر السي عبد الكريم حداك تما؟ كاين السي احمد الابن ديال واحد السيده اللي توفات. راه ليا توفى ديالها هو احمد. واخا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السي احمد. السي اسماعيل. عظم الله اجرك اسيدي. ما مشى لك بس شكون توفى لك السي احمد؟ وراه ديما السي اسماعيل هذا البرامج كنت كنصنت لهم جاولك حتى ل 12 ديال الليل. بارك الله فيك. الناس وكتساعد الناس وبشي شكل. بارك الله فيك مرحبا بك دار دارك واصوات اذاعتك. السي احمد توفات ليا الوالده الله يرحمها عبد الله جرح. انا كنت ساكن بوحدي والوالده كاينه عند اخواتاتي. ومن اللي جا ذاك الزنزال خرج جانا ما تشدوا ما بقيتش ما كناش باقي من نقدو غير الدراري ديال الدوار هما اللي جاب الله جبدوها وداك الشيء حفروا جبدوها. كانت بوحدها ولا كيفاش تم؟ بوحدها ياك هي مسكينه كانت كتلوث ومن اللي جات نعسات من اللي جات تطيح في التراب والحجر التراب ديالها غير التراب ويعود عليها. مسكينه كانت ناعسه. كانت متكيه غير شويه الوقيته فاش بغات تنوض هنا هي عيانه كبيره في العمر شويه. ملي بغات تنوض نزل عليها القصاب والخشب والتراب وصافي. لا حول ولا قوه الا بالله. ثلاث اربع سوايع اللي جبدناها. اربع سوايع انتم تتقلبوا تلقيح. حنا كنحفروا في التراب طون ديال التراب. لا حول ولا قوه. عظم الله اجرك اسيدي. الله يرحمها الله يرحمها والله يصبرك. الله قلنا الناس الاخرين تما في المنطقه شي ناس اخرين الا كانوا حداك شنو وقع؟ دوزهم لك السي اسماعيل والسي اسماعيل. يا بغيتي دوز لكم هذه بنت خالي دوزهم لك. واخا كمل معايا شويه السي احمد ودوز لي شي حد اخر ما كاين حتى مشكل. ايوا قول لي يا السي احمد كي دايره الحاله دابا؟ الحاله دابا نعم السي انا مخرج هكا انا فوق الدس. الدس واحد الحصيره اللي مفرش وقاعدين هكا كنشوفوا في النجوم. وصلتكم شي معاونه ولا والو؟ لا ما وصلنا نعم السي لا معاونه لا والو. ان شاء الله غتوصلكم ان شاء الله غتوصلكم. واحد السيد دابا اللي جاب لي واحد القطره ديال الماء مليت بها رقبتي. ياك جات السلطه طلعت على الوضع ديالكم ان شاء الله راه مازال كاين خطه. جاو راه كاين خطه باش يجيبوا كاين خطط باش انهم يوصلوكم ان شاء الله ويقدموا لكم كل الدعم. ايوه الله يجزيك بخير حتى انت الله يخلي لك صحيحتك. بالنسبه للماكله شنو كليتي يا السي احمد من البارح لليوم؟ والله الا ما كنت عندي عندك السي اسماعيل الا واحد ربع الخبز وكاس ديال اتاي لانه حتى السكر ما فيه. من البارح اقسم بالله العلي العظيم. الله يقويك. امين السي اسماعيل. الوليدات والصبيان ديالكم. نعم الوليدات والصبيان ديالكم تما كيفاش عامله الحاله ديالهم؟ واحد دري توفى واحد ولد واحد من العائله واحد دريه اخرى سلعهم من السلوح توفات غير صغار هما اللي توفوا والوالده عندي واحد السيده اخرى بجارتنا الله يرحمهم. شي اربعه الناس والديار كاع مشط به كاع الحيط على الاخر ما كان ودابا حيا بدخول كانوا يدخلوا الديور مخلوعين ما باقيش الدخول لهم فلاش كل شيء مرون وكل شيء طايح وكل شيء. السي احمد نعم اللي راب مازال يتبنى ان شاء الله.
الله يجزيك بخير. اللي راب مازال يتبنى، حنا كلنا متحدين مع بعضنا، بلادنا كبيرة وقوية، وإن شاء الله هاد الجرح هذا يبران إن شاء الله. إن شاء الله لا تول عمرك. شنو الرسالة ديالك السي أحمد بلا تختم بشي رسالة بشي نداء؟ تفضل قبل ما تدوز لي شي حد. نتمنى لعنا سير السلطة وعيش الملك والسلطة. نعم. دوز لي شكون بغا يتكلم السي أحمد؟ سي اسماعيل. نعم نعم السي احمد. احنا غاديين دابا واخا نشوفوا شي اسره هكايا مع الليل هكايا وسميتو. واخا انا معك انا معك غير بشويه عليك غير بشويه عليك انا معك. سي اسماعيل كاينه معك كاينه معك اللي يمنى. اي غاديه معايا غاديه معايا غير بشويه عليكم بشويه عليك. انا راه الخدمه ديال هاد المواطنين وتنبقى معاهم ليلا نهار استاذ راه هادي يومين ما نعش هنايا. لا لا واحد السيده عندها حتى هي واحد السيد بصير مسكين تيقولوا ليها ذهيبه العلاوي. ذهيبه اي ذهيبه العلاوي. الله السلام عليك. سلام سلام. لا ذهيبه أوليد الناج عرفك البركة عسل مالك عشر وطعم. الله ينصرك. كي درتي لا ذهيبة كي درتي شوية عزيدي الدار دواري تحت لي من القتمنين تخدو عندي الرجل بصير والوالدة بصيرة وليله الله محمد رسول الله وكان منوب الله سيدي وبيكم وفي السلطة المحلية والله ينصركم وينصر سيدنا وحنا الشجاع من عند الله القادر. نعم. اللي لقى شوية باش يتعاون معانا في سبيل الله. نعم. واللي يا سيدي انتم راه ما درتوا جداروا سيدي ربي وبنا يعفو علينا وعليكم الله ينصركم الله يحفظكم ان شاء الله. لا ذهيبة واش كنتي في الدار كنتي في الدار فاش رابت ولا كنتي على برا شنو وقع؟ لا وليدي انا كنت خارجة حتى الدار ديال خويا شدت ديال بنت خالي لالا يامنا على دار خويا على دارنا ما لقيت فين ندخل بنت خالي اللي عطاتني موين تدرك لالا يامنا هي اللي عطاتني موين تدرك مسكينة. شكون توفى لك لالا من حبابك والناس اللي تتعرفي؟ خالتي مسكينة سيدي عندها غالية تامة وتوفى واحد الوليد وتوفت واحد المرة في الكروسة ما لقى لي جرها انا جريت الرجل بصير بعد جريته وجريت موي مسكينة. وهي مسكينة طاح عليها البيت ما لقات لي جرها بنتها هربوا مسكينة ما لقاو كيديروا حتى جروها جرها البيت جرها مسكينة. لا اله الا الله لا اله الا الله وسيدي لا شد دوار العرب راه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. ما انا دابا نعشين الله السي عبد الكريم الله يحفظه والسي منصف الله يحفظه والسي حسن المنيعي ولالا يامنا والدوار كاع مضرور لا اله الا الله لا اله الا الله. ولكن متحدين مع بعضكم دايرين اليد في اليد حتى توصل يا سيدي غطاتنا درك عنا واللي ما عنده خبيزة كيعطوه واللي ما عنده موها كيعطوه واللي ما عنده اللي يسخر له كيهودوه عنا قاعدين برا. إلا كان احنا عنا باقيين برا هاد الشيء سيدي لا كان شي مساعدة ان شاء الله توصلكم ان شاء الله. انا العلا وسيدي ذهيبه والسيد الراجل ديالي ها هو بصير وها الوالده مسكينه. انا الا بغات دوي شنو سميت الوالده ديالك؟ رقية المريعي. انا الا رقية الا بغات دوي نسولوا فيها شويه. انا سميت السي عبد الكريم. وانا رقية معك اسماعيل معك اسماعيل راديو اصوات كي درتي يا لالا؟ الو اسماعيل الصفوات كيفاش 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 شوية كيفاش 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 أنا وليدي ربي غير خويا مات ولي درك تحت على ظهري وبررت وهاني قاعدة غير بنت خويا اللي تنفوا علي اللي تنفوا عليا. ياك ما تقصحتي في ظهرك الله رقية. لا لا لا, لا هنا هضلعت كتحت كاع ما نسيبي ندير هكا وليدي. واش كنتي ناعسة الله رقية في المحل؟ كنت ناعسة ونت شدت لي الدوخة شدت لي الدوخة وتحت هكا على ظهري. ايوا واش وين سيدي الله يدير فيك بالبركة ومرحبا بسلامك. الله يشافيك الله يشافيك إن شاء الله. مرحبا بسلامك وليدي. وبقاو نعم الله رقية. يا نعم. إن شاء الله توصلكم المساعدة إن شاء الله توصلكم الماكلة ويوصلكم باش تغطاو وتدير الله تاول دخيل. هاتي اسمعينا راني رقية المنيعي أنا فينا ليا. مرحبا مشرفين مشرفين الله رقية مشرفين. لا رجع علينا قول لهم عمتي غلحوا ولدي سمعوا عليك ولدي بوالك راه هنا يا وليدي. نعم الله رقية نعم. تحت دارو حتى هو نوب عليه الله يخليكم لينا ان شاء الله كل شيء يوصلكم ان شاء الله. كل شيء راه سيدي كل شيء كل شيء الدوار سيدي. لا لا كنعطو غير برا كل شيء الدوار مشى سيدي ديالنا مشى كل شيء سيدي الدوار مشى. شكون تيدوي حداك الله رقية بغا يدوي؟ انا غير يامنا يا لا يامنا. نعم كاين شي حد اخر الله رقية؟
الله يشافيك الله رقيه اللهم تعالى يشافيك الله يدومك الله يخليك لينا والله يحفظكم عمتك يا رب يخلي لينا سيدنا اللهم امين اللهم امين الله يشافيكم قلوبنا معكم الو حياتي يا شيخ اسماعيل انا معك السي عبد الكريم باقي شي حد اخر باقي شي حد اخر واحد الاسره هنايا لا منا هاكي الله يجزيك بخير الو الو هاي الو لا منا الراديو السلام عليكم سلام لا منا نعم معك اسماعيل من راديو اصوات كي درتي يا لالا الحمد لله سيدي الحمد لله كيف بقيتوا شويه انا بنتها بنت لا منا الحمد لله اشنو سميتك يا لالا سعيده اختي سعيده بخير شويه احنا الحمد لله ما يكون عندكم بس ما مشى معك بعد كي داز عليكم هذا الشيء في الدار سعيدة أختي وكي داز أنت غتشوف الدار كلها مشات الواليدة على برا الخوت بحال هكاك أسرة كلها مشات واش كنتوا على كنتوا على برا كنتوا على برا كلها كانوا لداخل شكون توفى لك لالا ما توفينا تحت والحمد لله الحمد ولكن الدار رابت كل شيء مشى كل شيء مشات أخويا كل شيء مشات الدار كاملة مشات إيوا قولي لي فين بتو اليوم شنو كليتو اليوم باش تغطيتو بيتين في الزنقة بيتين في الزنقة باكلينا ما صبرنا بيتين في الزنقة والله إلا باركين داب ما مغطين ما والو باركين الصبية أنا شنو نعم الدراري الصغار شنو كلاو اللي عنده شي طفل صغير وهذا شنو الدراري الصغار فينا والخبز ما لقيناش الخبز ما كاينش واكلين بيمو ما وصلكم شي مساعدة شي حاجة ما وصلتنا حتى حاجه حتى واحد ما جات حتى حاجه ما وصلتنا انتوما فاسني صباح الخير باركين في الزنقه انتوما فاسني دوار العرب ياك اسني دوار العرب حدا اسني ولا بعد عليه شويه لا بالضبط اسني السونتر ديال اسني في المركز ديال اسني كي دايره المناطق الاخرى اللي فاسني تما اختي سعيده المناطق كلهم عندهم بالله واليوم اليوم بالنهار ما جاتش شي قافله زعما المسؤولين ولا شي حاجه المساعده ولا هاد الناس يخرجوهم اللي يداوي واللي مجروح ها لا حتى مساعده ما جات اليوم الاسلي ما شفنا حتى حاجه من الصباح حنا خارجين على برا ان شاء الله توصلكم ان شاء الله توصلكم ان شاء الله يا رب ها هو النداء ديالكم غيوصل ان شاء الله وتكون واحد المساعده قريبه جدا غير شويه الصبر والتعاطف والهدوء وان شاء الله كلشي يكون مزيان ان شاء الله قلوبنا معكم انا لا وتنتعاطفوا معكم الله ينصر سيدنا والله يجزيكم بخير شوفوا من حالنا شوفوا من حالنا بزاف احنا معاك انا لو قلب جيت اسني راه اسني ضاع الناس ضاعوا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله راه قلوبنا كتقطع على لا قلوبنا كتقطع الله يدير تا ولد الخير سي عبد الكريم تدوز لك واحد السيده تا هي نعمات هي شنو سميتها؟ سميتها لبنى المرحولي هي تفضل واخا السلام عليكم سلام اختي لوبنا مرحبا كي دايره سي اسماعيل لاباس عليك بخير انا بخير نتوما اللي كي دايرين وطمنونا على الاحوال ديالكم لوبنا كي بقيتوا شويه سي اسماعيل انا مجوجه واحد الراجل حنا غير شباب مجوجين وعندنا بنت عندها 7 سنين وطاحت لنا الدار خلاها على غير با ومات وكنتوا على برا الدار كنا في الدار ورث معنا داك الشيء ودغيا خرجنا خرجتوا وهذيك الدار هي اللي كنكتبو هو ما عنده لا مو لا با لا حتى شي حد يتيم مقطع من شجره مسكين هذا راجلك هذا راجلي يا سيدي عنده 28 عام وديك الدار خلاها ليه با ولا شنو؟ خلاها ليه با ومات مسكين رابت الدار كامله رابت الدار سي اسماعيل علينا كل شيء خرجنا وفراشنا والكتوبه ديال بنتي وكل شيء الدار ديالنا مشات ما فتشتوش كيفاش جبدوا شي حاجه ولا شي ما لقينا حتى شي حاجه يلاه جمعنا لبنتي فلوس الكتوبه والشقاره شريناهم ليها الكتوبه عطانا ولينا الدوله الله يخلف عليها شرينا الشقاره شرينا الادوات داكشي طاحت عليه الدار كاين شي غوات دير شي امبيلونس تحداكم ولا شي حاجه ياك يا سي اسماعيل راه كاينين الضوابر الفوق فعرفتي راه واحد الحاله يرثى لها فينا بلاصه الفوق الضوابر اخرين تنظن فيه وطريق جوكاك طريق تالودان كلشي الدنيا مضره بزاف كيدوزو من حداكم تما من اسني ياك كيدوزو من حدانا غير حنا الدوار ديال الناس سي اسماعيل ما وصلتو حتى شي مساعده ولا شي اعانه ولا حتى شي التفاته من السلطات المحليه واش غير دوار العرب فاسني ولا اسني كامله؟ واسني كل شيء اسني كل شيء غير بعد حنا دوار العرب حيت ما خرجناش منه دابا حنا متحدين ودايرين اليد في اليد مزيان مزيان تحدوا وحنا معكم ورانا تنوصلوا الصوت ديالكم ان شاء الله توصلكم المساعده والله سي اسماعيل ما لقينا الخبز وعندنا الدراري الصغار كيغوطوا كلهم الجوع لا حول ولا قوة إلا بالله ومول الفران مات داك اللي كيعجن مات مات مسكين مول الفران
ما طاحت علينا الماكينه والخميره والعجينه. مسكينه مسكين الله يرحمه، اللهم تعالى يرحمه. وعلي بن الجيد واحد مول الحانوت مات، هو اللي كتقداو من عنده، هو اللي كنتقداو من عنده. مات سيدي، والدوار الديور طاحوا وما لقينا ما ناكلو وما نشربو والو. هاد الناس اللي ماتوا واش دفنوا ولا تتسناو السلطه تجي؟ واسي واسي اسماعيل، ما مات عندنا المراه ما لقينا حتى الماء باش نغسلوها، الماء مقطوع، الضو مقطوع، وكلشي مقطوع. نعم نعم نعم. وين راه جابو السيتيرنات؟ قبيله غسلوا المراه بالماء ديال الحانوت باكوا فينا. نعم نعم، الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها. دابا راه يلاه جابوا لنا واحد السيتيرنا ديال الماء، غير هو السي اسماعيل ما كنا ما شربنا. جابوا بعدا السيتيرنا ديال الماء؟ هي بحال جابوا عمر منا عبد الله. ايوا مزيان، قضي بشويه، قضي بحاجه بما توصل شي حاجه ديال الماكله وشي حاجه اللي تعتقوا بها الروح. واخا السي اسماعيل الله يرحم لك الوالدين. ها الصوت ديالكم تيوصل والرساله ديالكم تتوصل، وحنا تندعوا معكم وقلوب قلبنا تيتقطع في هذا الشيء والله العظيم. نعم والله ينصر سيدنا وراهم بحال ما يديروا معنا. هما زيد دعوا معك استاذ سي اسماعيل الناس حنا تنشوفوا في اوصار اخرى. واخا السي عبد الكريم، واخا واخا تبان لي دابا راه تقريبا على واحد 400 متر. الحمد لله دابا الجماعه اللي زودات الناس الساكنه بواحد الشيتيرنا، واخا الماء ديال الواد ماشي مشكل، ما جاي بعيد ديال الواد الناس غير بعدا باش هي غير تقضيو بعدا شويه، تقضيو بما بعدا باش يسميتو واش يقولوا له. غادي نشوفوا شي اوصار اخرى. اي واخا، مرحبا 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 السي عبد الكريم، مرحبا. وندوز لك سي حسن المنيعي. حسن المنيعي واحد المواطن حتى هو اللي مسكين متضرر. اهلا السلام عليكم. سلام سي حسن، معك اسماعيل من راديو اصوات. مرحبا سي اسماعيل، كلشي مزيان؟ قلوبنا معكم، الله يصبركم، الله يدير. شويه دير سي اسماعيل، شويه دير، لا اله الا الله. كي دايره الدنيا سي حسن تما؟ كي دايره الوضعيه؟ حنا الوضعيه هو تكتب لنا عمر جديد، لا حنا ولا جميع الساكنه ديال الدوار ديال الارض. الحمد لله الحمد لله. غير نقول لك لا اله الا الله، راه حنا ما ضميناش هادشي زلزال، قلنا حرب، هذا حرب. لان بقينا انا خارج من الدار يلا يلا بنخرج من الباب، كرات الحرب هذا، بديت تنشهد وهذا الشيء. هذاك الصوت سمعتيه ديال الزلزال بحكم سمعناه سمعناه بحال الحرب، ما تقول زلزال، حرب هو حرب. حرب سي اسماعيل، الصخور والحجر كيطيح من بلاصته. دابا بحال كتقول شي حاجه كطيح من السماء ماشي من تحت الارض. داك الشيء. والمهم انت السي حسن فين كنتي هذيك الوقيته؟ في المحل ديالك ولا؟ الدار، كنت في الدار في المحل ديالي انا والبنيه بنتي والمدام. وولدي نعت عند جداه. وليت غير سال داك الشيء، هزيت البنيه هزيت المدام، خرجت كنجري مشيت كنطمن على الوضعيه ديال الولد عندي. ومشيت لقيتو جاب السلامة، ورب الله لقيتو هو وجداه ودينا حتى نتعانقوا على سلامتنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بقينا هكا جالسين حتى الصباح. هادشي اللي كاين بالسلامة، الحمد لله. والله يرحم هذوك الناس اللي توفوا واللي سمعناهم. مول الحانوت مسكين الله يرحمه، مول الفران الله يرحمه، توفى وسط العمل ديالو. الله يحسبهم من الشهداء، الله يحسب كاع هاد الناس من الشهداء. الله يطول عمرك، الله يطول.